مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، رمضان كريم. كل سنة وأنتم طيبين. تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. ربنا يثبت الأجر ويقبل الصيام والقيام وخالص الدعوات. قصة جديدة وحكاية جديدة نحكيها مع كل الود والتقدير. اليوم لدينا أكثر من بطل للقصة. لدينا بطلات. عن بطلات العالم الحقيقيات، المقاتلات، المتمسكات بالأمل رغم كل شيء. اليوم سنحكي قصة ثلاثة بطلات من بطلات هذا العالم ولكن من سيروي القصة بطل واحد قصة اليوم عن ثلاثة أخوات والقصة فيها كثير من معاني الإنسانية والأخوة الأخوة السامية والرفقة القوية اللي بتوريك درجة الأخو ممكن يكون سند وعضد بالنسبة لك قصة اليوم ستحكي لنا خالته عائشة عن اثنين من اخواتها مكة وعلوية الاثنين معاقات مقعدات وما بيقدروا يتحركوا وبتعولم خالته عائشة هي اخوتهم خلونا مع بعض نعرف القصة خالته عائشة مرحبا بك حبابي مرحب حبابك والله احكي لنا القصه من البدايه والله القصه من البدايه الحمد لله ابونا كان معنا وامنا كانت معنا لكن توفوا كانوا كنتوا لله. ساكنين وين؟ كنا ساكنين في الواحد 21 مهاجرين اجار ايوه, آه أيوة. كنتوا ثلاثه اي آه. والحمد لله ابونا توفى وامنا توفى وجينا الحته دي قعدنا فيها الحمد لله لكن نفس المكان ده كنت في بيت ثاني لا جينا البيت ده اه. طوال طولنا فيه من ما جينا البيت دا. والحمد لله والله الا زول يجي بس فاعل الخير بس يديهم بس ان شاء الله قدر اليوم ويوم في يوم ما في البيت يعني حقكم ولا ماجرين ويجار؟ لا للبيت حق الزكر اه ديوان الزكر البيت حق ديوان الزكر آه. اه. قاعدين في ظل بس البنالي يكون منو الركوبة؟ الركوبة دي بنا لنا فعل خير. أه. فعل خير جا زيكم كده وبنى لنا الركوبة دي وعمل لنا المروحة دي. أه. فاعل خير الخير. جزاه عند الله خير بإحسان. آمين. آه شفته والله هسه ما عندهم كفيل إلا ربهم بس. يجي زول بس فعل خير يديه زول داير الصدقة يديه. لكن ما عندهم زول واقف لهن إلا ربنا بس. ما في زول واقف أه. له أه. نهاية. أه. وهسه دي قاعدة عمياء والله قرش بل... يودوها بيت دكتور ما ما بيشوف ما بيشوف محتاجة لعلاج وما في حاجة بس قاعدين لربنا طيب قصة عدم الحركة دي من زمان ولا جديد القصة دي من بدري البنات دي من اللي خلقهم كده آه. اه من ربنا اداه ينكدي دي قسمتني ربنا راطة ليه ينكدي بس مما مم مم. ولدوا هاي مما مم مم مم. آه. ولدوا والله ما قامت طيب وهسي ال ال بياخذوا في علاج معين ما في اي علاج والله نكذب عليك والله ولا علاج ما في والله قاعدين بس لي الله يبقوا ياكلوا ويشربوا ما يقعدوا بس علي الله بس طيب انت شغاله شنو؟ ما عندي شغل والله ربة منزل بس والله ولا عندي شغل بس شغل اخواتي ديل بس امم شغاله لاخواتك يعني بس اشتغل امشي يعني امشي درس ليه حاجه تجيه من برا جيبها ليهم حاجه قالوا يعني عن يعدوها لهن ما مش يجيبها ليه؟ لكن م. ما عندي اي حاجه والله عليه الله بس م. بس عليه ربنا ما عندكم زول بيساعدكم زول معين من اهلكم ولا كذا؟ لا ما في زول بيساعد والله الناس كلهم على قدر حالهم اللي عندنا على قدر حالهم والله م. ظروف تعبانه شويه طبعا والله يهم بس على الله كفيل الا الله زوج كدي كفيل ما عندي انت جربتي تشتغلي <applause> اي شغل؟ انا ما ما جربت والله ما جربت أي شغل والله من ربت منزل بس في البيت آه يعني مع الأخوات ديال بس. آي. يعني ما في زول معين بيديكم قروش ولا لا بس لا. معتمدين على عمل بس الخير. بس عمل الخير بس، علي الله بس، والله إن يكمل دخل ربنا يهوي ليه تاني بكره ياكلوا آه. بس من ربنا بس، لكن زول واقف ليه ما فيش نهاية، إلا واقف لنا ربنا بس، نحمد الله أنكم من عبيد الشاكرين. آه الحمد لله رب العالمين ياسي قلت لي آه علوية عندها مشكلة في عيونها آه نعم عندها مشكلة في عيونها والله نايمة قبل بس من 200 ده أربع سنة أربع سنة ما الم... عندها مشكلة عيونها آه مشكلة والأربع سنة دي ما جابت أي دكتور ما قابلنا يا دكتور قريب كنا وما قدرنا نمشي ما عندنا يعني ما نمشي غادي الدكتور كان وداها لها غطرات وما عملنا حاجة بس وجات أنا قلنا لك قبلك ما عملتوا لها تأمين صحي؟ لا لا ما عملنا والله ما عملنا ما بتشوف خالص خالص ما بتشوف ان كان عندها استغفر الله صحي لكن انتهى مده انتهت خلاص ما جددوا لها اي آه ثاني ما سالتوا من العمليه قال لكم بتكلف كم ولا كده لا ما سالنا من العمليه في جات العمليه دي ما فتنا لها لكن العمليه قال بتكلف 120 120 آه. العمليه طيب هم هسي عندهم مي مواتر او كراسي بيتحركوا بها والله عندها البرة دي شفتها بتتحرك بيها هي بيمشوا بها الحمام بيجوا لك ما بيمشوا قاعد يحط بس بيمشوا بها الحمام وبيجوا رايحين ثاني الحمد لله نحنا في منزل البطلات الثلاثه خلتوا عشاء اللي بتعول اخواتها الاثنين مكه وعلويه المقعدات اللي ما بيقدروا يتحركوا وما عندهم معيل حتى الراكوب اللي احنا قاعدين فيها ونصور فيها دي بنا لهم فعل خير وفي قوتهم اليوم بيعتمدوا على ما يأتيهم من أموال بيتبرعوا بها فعل الخير من كل مكان ومنتظرين دعمكم منتظرين أي زول التفت لهم بعين الرحمة أنا أول ما جيت داخل خالته علوية قالت لي أنه هي محتاجة لعملية تقدر تشوف بيها اللفت نظري في كل القصة دي من الصبر واليقين بربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. إلا أنه قصة التعاطف والتآزر قبل شوية وإنتوا تابعت وأنا لما سألت خالته عاشق قلت لها أنت شغالة حاجة أو بتقدر تشتغل حاجة قالت لي ربك منزل وكل اللي بقدر أشتغله أنه بخدم أخواتي ديل وأعتقد ما في عمل أعظم من كده يدلل على معاني الأخوة والتعاضد والتراحم زي ما انت شفتوا قبل شوية ولعل اليقين والثقة في رحمة ربنا سبحانه وتعالى قادر على تغلب أي خوف أو أي ألم ممكن يعاني منه الإنسان خلتوا عشاء يعني ما شاء الله أنت عندك أخواتي اثنين أنت أكبر منهم؟ آه أنا أكبر منهم آه. من متين؟ بتخدمهم والله من بدري زمان كنت بخدمهم عندي ولادي توفى من توفى جيت قعدت معهم طوال تقريبا لي 15 خ... سنة اها انت كنت ساكنة وين؟ كنا ساكنين الحلة الجديدة اها مع زوجك ما م. عندك م. أولاد؟ أبي أولادي لكن والله على قدر حاله ونحمد الله، ما بقول لك ما عندي أولاد أه. لكن على قدر حالهم ما عندهم حاجة اه بتمشي أولادك كنتي راجعة؟ آه. بمشي وبجيهم، لكن ما عندهم حاجة كذي ما قاعدة معاهم بصورة دائمة؟ لا لا قاعدة مع خواتينا دائمة لأني ما عندي ين... زول براي قاعدة معين طوالي طبعا قعدات ما بقدر نتحركن وما بقدر يشيلن حاجه بس انا الشقاله لي مم. في عندكم اي فكره لاي مشروع ممكن يساعد ممكن. اخواتك ديل شنو يعني ممكن اذا ناس الخير دارين يتبرعوا عليكم يتبرعوا بس بشنو ممكن يساعدكم والله ممكن كان اديتهم يعني ركشه <applause> ركشه يعني قال حاجه ما اقول لكم حاجه كثيره مم. عشان كل يوم تدخل ليهم توكلهم بس ركشه ولا عربيه صغيره بس هجروها تجيب لهم بس اكل اليوم يومين ثلاثة كده بس م. بس دخل اليوم آه. يعني مشروع آه. يدخل كان. يدخل لهم مصاريف ليومين. مصاريف يوميه لانهم ما عندهم مصاريف يوميه يدي يدي تجيب لهم حاجه تقفلهم برا تقول تدخل لهم كل يوم يعني آه تعرف لهم طريقه توقف لهم تصرفهم ممكن 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 نحن بنرفع رسالتك دي لكل ناس الخير اللي بيشوفونا هسه كل دي. ناس الخير هاي آي. اي زول حاب يدعم خالته عشا آي. او حاب يدعم الاخوات الثلاثه هاي بنقول له احنا ممكن نوصلكم لحد البيت عن طريق التواصل آي. معنا وتجي تشوفوا بنفسك اللي يشوفونا بنفسك هاي وتقيفوا على الحاجه دي وان شاء الله يعني الخير موجود في امه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله يبين نعمه ربنا والله يا ربنا ياكلنا الليله بكره يا ربنا يهوي ليه. قدرة ربنا الحمد لله. الحمد لله. نحمده كثير. نحمده كثير. يا يعني ناس الخير ربنا يزيدكم. طيب خلتو عشا ده مبلغ مقدم مالي من قناة الشروق عسى ولعل تقدروا تعملوا بيه مشروع صغير مم. يساعدهم في إنه يدخل لهم مصاريف كل يوم. كويس. وتقدروا يعني توفروا لهم الرعاية الكويسة. كويس وكان المبلغ ده كمان مشى لقدام شويه واشتغل كويس تقدروا تعملوا العمليه لخالته علويه ان شاء الله ولو في اي فاعل خير من الناس اللي حابين يدعموكم وصلوا لنا ان شاء الله نحن نوصلهم لحد ما بارك الله فيكم ربنا يفتح عليكم يا اولادي امين ويديكم العافيه يا اولادي امين يا ويخليكم يا اولادي يفتح آه. علينا القاعدات ومسكينات وانتم جيتون وزرتوهم وربنا يخليكم يفتح عليكم وعلينا امين امين يا رب العالمين امين يا رب يا رب العالمين هاي آمين. آمين. انا نزار <متصف> ان شاء الله ربنا يزورك هاي امين امين الله يبارك امين يا فيكم. رب الناس الخير وربنا يزيدكم في خيركم ده تمشوا طوالي امين ما تقيفوا يا رب ان شاء الله ان شاء الله يزيدكم في تمشي البرنامج ده عمل اللي زيكم كده عشان نصلهم لحد عندهم ونحي قصتهم للناس خلاص خير يا زول مرحبا حبيكم والله في اي وقت مرحبا بكم الله يديك العافيه الله يديكم الصحه ويديكم العافيه امين يا رب ويزيد خيركم زي ما تمشي يزيد خيركم معنا امين امين يا الرسول امين جيتونا وزرتونا وشفتونا وديتونا وشكرا لكم وبارك الله فيكم الله يديك العافيه الله يديكم العافيه الله يديكم العافيه الله يديكم العافيه الله يديكم العافيه ويدينا العافيه امين ويكثر خيركم محل ما تمشي امين يا رب ان امين بارك رب العالمين بهذه الدعوات نختتم حلقة اليوم مع كل الود والتقدير لكم أجمعين ولكل الحادبين على أمر الخير نهاية حلقة اليوم مع كل الود والتقدير قدم بإذن الله تعالى تلاقي بحلقة جديد جديدة وقصة جديدة في أمان الله مع السلامة